تحررت بيحان، خطوة وصفت بالحاسمة على طريق الانتصار الكبير. بعد أكثر من عامين ونصف من الحرب، ها هم أبناء شبوة يستعيدون محافظتهم بعد تضحيات كبيرة على طول الجبهة الممتدة من عسيلان وحتى بيحان. أبطال هذه المعركة هم المقاومة من أبناء شبوة، مسنودة بطيران التحالف العربي وبأربعة ألوية للجيش الوطني التي كان قادتها في مقدمة الصفوف يقاتلون بأسلحتهم الشخصية، وأعينهم ترنو إلى النهاية السعيدة لقصة مأساوية عاشتها شبوة، وكانت الميليشيا هي الحاضر الأبرز فيها. أكيد صوفة ومن صوفة من قبل لواء الحزم، وتم دحرهم من وادي الدقيق والمواقع التي تليه من قبل لواء 26، وتم دحرهم من حيد بن سبعان ومن طوال السادة من قبل مقاومة بيحان، وتم دحرهم من مواقع عسيلان من قبل لواء 19 ومن الصفراء من قبل لواء 21. وبفضل الله سبحانه وتعالى كانت هناك الخسائر قليلة. وجها لوجه وبأنواع من الأسلحة بينها الرشاشات الخفيفة، دارت معارك الساعة الأخيرة في عسيلان وبيحان، وانتهت باندحار الميليشيا إلى غير رجعة. بفضل الله وبفضل دعم التحالف، بفضل يعني حنكة قايد الكتيبة الحزم العقيد أحمد صالح العقيلي، مع يعني قل الإمكانيات ولذا، ولكن يعني جهد المقاتلين وإصرارهم وتوكلهم على الله هو الذي يعني حقق النصر. تعيش مدينة بيحان يوما جديدا بعد ساعات من انقشاع غبار المعارك وانطفاء لهيب الحرب الضروس التي تم خلالها تطهير المدينة من الميليشيا وإجبار عناصرها على إخلاء المباني الحكومية التي تحصنوا فيها قبل أن يستسلموا بالعشرات، ليعم الهدوء أرجاء المدينة الأهم في الشمال الغربي لمحافظة شبوة. الطرق باتت مفتوحة تماما أمام الجيش الوطني للالتحام بجبهات مارب والبيضاء في ختام المعارك الشرسة التي شهدتها هذه الجبهة قبل أن تتكشف عن الهزيمة المرة التي تلقتها الميليشيا. الحاضنة الاجتماعية ليست وحدها من أمد الميليشيا بعزم البقاء في هذه المناطق، بل الأهمية اللوجستية التي توفرها خطوط الإمداد هذه المتصلة بالبحر العربي، والتي بقيت تغذي معركة الميليشيا في مناطق سيطرتها على مستوى البلاد. رسالة السلام هي التي حرص القادة العسكريون على إيصالها إلى سكان بيحان المغرر بهم على نحو ما صرح به وأكد عليه القائد علي صالح الكليبي. وانا اقول لهم ان نحن جينا اخوه لهم، لا جينا نتقي منهم احد. طويت صفحه هذه الجبهه المهمه من الحرب مخلفه املا لا حدود له لدى المعسكر المناهض للميليشيا باقتراب موعد الحسم وطي صفحه هي الاكثر سوادا في تاريخ اليمن.